بكم بنات ومرحبا بكم متتبعات قناة أم عثمان زيدات. مرحبا بكم في هذا الدرس اليوم اللي غتكون داخله فيه الخطفه البنات. اللي قلت لكم الخطفه راه هي داخله في الموديلات ديال هاد الايام ان شاء الله. كنتمنى الحصه تاع اليوم تنال الاعجاب ديالكم. غنبداو بها هي الاولى البنات وغنبداو بسم الله وعلى بركه الله. هاد الرشمه البنات مخدومه لون في اللون، حاولوا تشوفوا معايا. حاولوا تشوفوا معايا البنات الطريقه باش خدامه الخطفه، يعني خدامه ما كندورش مرمى، يعني نفس اتجاه البنات. نفس الاتجاه اللي بديت فيه هو اللي بقيت عليه. حاولوا تلاحظوا معايا حاجة واحدة أخرى، أنني كنخدم وإيدي ثقيلة في الخدمة، يعني الخدمة عامرة. بلاتي البنات غنخدم هذه هي الأولى. دائما ملي كتكون وردة شادة في وردة كنخدموا الجوانب هما الأولين، عاد كنخدموا العرش الكبير. كيعجبني بزاف البنات اللون في اللون، يعني كيعجبني نخدم بزاف اللون في اللون، يعني كنبعد باش ندخل مع الموف، مع الموف ما كتبانش البرا مزيان. شوفوا البنات راني ماشي زعما عواريت اللي سمعني راجلي يقول كيقول للمراه مشات صافي ولا مابقاوش عند العينين، راني باقا كنشوف مزيان. ولكن بيناتنا البنات خاص نرجع ندير النضيضرات ديولي غير باش نحافظ على هاد النعمه اللي عاطينا الله. شوف راجلي راه كنشوف مزيان. ولا بغى يجربني يحط شي زرق الاف ويشوفني واش غنشوفها ولا ما غنشوفهاش. الله يحفظ لكم ازواجكم والله يخلي لكم ازواجكم، لان الحمد لله بهم باش حنا واقفين وبالتشجيع ديالهم والدعم ديالهم باش حنا مسايرين. نكمل البنات. ملي كتلاحظوا معايا يدي ثقيله في الخدمه. غنخدم هاد الخنيجر معايا البنات كيفاش خدامه ثقيله
وباقا ما بديتش الدوار ديال المرمه. دابا غنبدا في الدوار ديال المرمه، هنا غنبدا ندور. لاحظوا معايا ايدي يا البنات، شفتوا معايا فين بديت الدوار ديال المرمه؟ بصراحه رشيمه زوينه، الاول جابتها ليا قلت ما عرفتش كيفاش غتطلع، ولكن جات زوينه. البنات في مثل بحال هنا بحال هنايا كنخدم، كنخدم بحال دابا مثلا هذه لاصقه، فهذه كنخدم هذه الفجن، بعد كنخدم اللي حداها. الاوقات اللي كنخدم في دوار المرمى في الخميجر من هاد البلاصه البنات، لاحظوا ايديا غادا تخدم دابا. يعني راه خليت لكم الصوره بحال بهاد البوزيسيون باش تشوفوا جات زوينه البنات الرشمه، هي كتخدم وهي كتزياد. شوفوا معايا الوقات اللي كنخدم فيهم في دوار المرمى في الخميجة. نعمر الكانيت ونرجع معكم البنات، نحيد هذا الجزء هذا، غنركب نعمر الكانيت. انا اصلا كنكون عامراهم البنات، كنكون عامراهم وموجداهم وحاطاهم. شوفوا معي البنات كيفاش بالنسبه للمبتدئات، بلاتي بحال كل البنات نهز الكانيط، الخيط ديال الكانيط نهزو عندي الفوق عاد نخدم. علاش قلت لكم هاد الهزه ديال الكانيط؟ علاش قلت لكم هاد الهزه ديال الكانيط البنات؟ كاين بعض المرات هو الكانيط داك الخيط ديالو كيدور لينا على واحد الجهه في الكروشي وكتخلينا الماكينه تبقى تقطع. كنتمنى البنات، كنتمنى البنات والاخوات الحصص اللي كنزل لكم اولا الدروس اللي كنزل لكم تنال الاعجاب ديالكم.
باش كنعرف لا فيديو راه عجبكم ولا ما عجبكمش بلي جيم ديالكم. ملي كنشوف لي جيم طالعين شي فيديو كنقول راه هاد الفيديو عجب الناس اولا هاد الدرس راه عجب الناس اولا لقى اقبال من طرف المشاهدين، وكنحاول نزل تطبيقات بحالو وكنحاول نجاوب على لي كومونتير البنات اللي كتنزلو. نكمل هادي وبهكا غنكون سالت المريمه ديالي اللي شاركت معكم هاد المساء، وكنتمنى لكم امسيه سعيده وكنتمنى لكم ان شاء الله غدا جمعه مباركه. كنتمنى لكم جمعه مباركه البنات ان شاء الله بتحقيق الاماني بالصحه والسلامه والسعاده والهناء البنات، وان شاء الله الله ينجح اللي كيقراو واللي مقبلين على الزواج الله يسهل عليهم وييسر لهم. غنكمل هاد الوريده هادي وغنكون ساليت المرمى تاع اليوم. صافي البنات هادي هي المريمه تاع اليوم اولا هذا هو التطبيق تاع اليوم. كنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم والى اللقاء ان شاء الله في حصه جديده من حصص تعلم الطرز الرباطي مع ام عثمان زيد.